رح ننتقل للأخت لودي من راهبات المحبة العذرية ببيت لحم، ورح نشوف شو عندهم اليوم بهالمدينة الرائعة، مدينة سيدنا يسوع المسيح. صباح الخير سور لودي. صباح الخير مسيو حلو. يعطيك العافية. الله يعافيك. نحن وياك أكيد عبر واتساب عم نتواصل، وطبعا خبرينا اليوم شو في عندكم. وش منلكم صباح الخير من مدينة بيت لحم من مهد المسيح. الله معكم. الله يحفظك. ومنقلك بهذه الفترة تحتفل مدينة بيت لحم بالأعياد المجيدة، حيث تتجه الأنظار إلى هذه المدينة المقدسة التي يأتي إليها الحجاج والزوار من أنحاء العالم. ودير مرشربي خاصة له نكهته الخاص في هذه الأجواء التي سيدشن فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، وسيزيل الستار عن اللوحة يلي بيكتبوا عليها الشارع القديس مرشربن. حلو، ببيت لحم. يعني رح يتسمى شارع باسم القديس مرشربن. حلو. الشارع يلي كان هو له اسم وادي معالي تغير، نقلوا فخامة الرئيس لشارع القديس مرشربن، يلي كل الناس ناطرة هالحدث المهم ليصير ببيت لحم الساعة 6 مساء. نعم. ورح يكون في جولة له كمان بداخل الدير، وشوفوا المتطلعات المستقبلية لتوسيع الكنيسة، لأن الكنيسة من وقت ما جابوا الدخائر على كنيسة مرشربي سنة 2015 ما بتتصور العدد المؤمنين يلي بتواجدوا، وخاصة من 22 الشهر العدد ما في مطرح للساع كل المؤمنين. حلو. مشان هيك فخامة الرئيس رح يساعدنا لتوسيع الكنيسة. حلو، عم بتتابعونا بكل 22 أكيد عبر شاشة الأوتيلي. طبعا نحن مع دير عناية عم نبث مباشر من بيت لحم، وعناية بتبث عنا، سيكون متحدين متكاملين مع بعض، متحدين مع بعض. نعم. قديس العالم مرشربن. نعم. طبعا ونحن إلنا فخر كلبنانية كمان هون متواجدين مع الأب يعقوب عيد يلي مسؤول عن الدير مرشربي البيت لحم. نعم. يلي عن جد عم يعمل شغل فظيع، ونحن منتشكره، ونحن إلنا فخر كلبنانية إنه مرشربي كمان تواجد، خاصة بالنسبة إلي إنه بعد مطر من كنيسة المهد. نعم. يعني إنه مرشربي مش بس بالعالم كله، حتى كمان تواجد حد مهد المسيح. وما بتتصور كمان الأجواء يلي عم تعيشها هالفترة بيت لحم. نعم. بزمن الميلاد. بأجواء الميلاد. طبعا على كل حال هلا رح نعرج عليها شوي كمان على أجواء الاحتفالات بفلسطين المحتلة وبالقدس. أكيد طبعا، وش أكيد رح يرفقوا الكشافات من جميع الطوائف. نعم. بالاستقبال الرئيس، وبعدين بيدخل الدير. وفي قداس؟ لا ما في قداس، لان القداس رح نتواجد كنا بقداس المنتصف الليل. نعم. منتصف الليل. بنتمنى لكم اعياد مباركه مباركه سور لودي. ونحن نحن باسمي بتشكر الاو تي في اللي دائما يلي بتسمح لنا نوصل الرساله والكلمه، ومن لكم باسم عائله مرشربي خاصه ببيت لحم ميلاد مجيد وعام سعيد وكل عام وسلمين. وعليكم يا رب والله يخليكم. شكرا مسيو حلو. ميرسي لك سور لودي فارس من بيت لحم من راهبات المحبة العذرية. ينعاد عليكم على كل الموجودين بالأراضي المقدسة والأراضي المحتلة أكيد. عبدو بس اليوم في شيء بمرشربي الكمربل كمان مش هيك؟ اليوم مش اليوم في قداس الساعة 12 بالليل. بس اليوم مش الذكرى على 120 لوفاته. اليوم ذكرى كمان لوفاة القديس شربل. بيعملوا مسيرة بفتكر. عيد الميلاد وفاة القديس شربل ولد بالمسح بالسما. هلا رح نروح لمغارة الميلادية اللي عم تنحط على
العيد مع كبار السن بمستشفى دار الرحمة للراهبات الأنطونيات برومية. تقرير للزميلة نتالي عيسى حميمس. زمن الميلاد نستذكر دايما البشرى الأولى لما توجه الملاك للرعاة البسطاء بالقول: أني أبشركم بفرح عظيم، ولد لكم مخلص هو المسيح الرب. بشرى ولادة المسيح للعالم بشارة فرح وسلام، مشاركة محبة وعطاء لكل الناس. هو فرحة العيد بقلوب أنهك العمر والشيخوخة، وبتستحق منا رسم بسمة وزرع فرحة وعناية واهتمام، لأنه العيد ما بيكتمل إلا بوجودهم، فهن فخرنا وذكرهن ذاكرتنا. ولذلك ولأنه هيدا هو المعنى الحقيقي للعيد، أرادت السيدة عدلة أبي عبد الله وبمبادرة فردية مثل كل سنة أنه تعيد مع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفى دار الرحمة للراهبات الأنطونيات رومية، حيث احتفل بداية بالقديس الإلهي لترأسه الأب جوزيف أبو غزالة، بحضور حشد من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وطبعا الراهبات القيمات على هالدار. الأب أبو غزالة شدد بعظته على أهمية العيد ومعانيه الحقيقية وضرورة التطلع لحاجات غيرنا ليكون العيد حقيقي. المسيحي لا يقطع الرجاء. شو أقول بكرة الملائكة بعيد الميلاد؟ المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. ليش الرجاء الصالح؟ لأن ولد المسيح الإله هللويا، هو العطى لبعدنا التاريخ والإنسان كل معنى. نحن عرفنا أنه من فيض حبه خرجنا إلى التاريخ، هو عم يدعينا إلى حياة دائمة معه. من هيك المسيح أدمى، واللبناني خاصة أنا أحيي كمان من خلالكم الشعب اللبناني برمته، مسيحي وغير مسيحي، لأن يؤمن بهذا الوطن، يؤمن بهذا الأرض المقدسة، يؤمن بالعيش المشترك، يؤمن بالأخوة والتضامن. وهيدا هو رجاء جديد للبنان يلي قدمه قداسة البابا الله يرحمه يوحنا بولس الثاني للبنان. رجاء جديد للبنان إنه لبنان وطن الإنسان، وطن القيم، وطن الرسالة، وسيبقى هكذا أبدا ودائما رغم التحديات والعواصف. وبنفس الإطار تحدثت السيدة أبي عبد الله اللي أكدت إنه العطاء مش هو المهم، إنما المحبة لازم تكون عم بترافق هالعطاء ليكون له معنى حقيقي. شجرة، شجرة عتيقة الكبيرة تعطينا أحلى ثمر، والنبيد المعتق بيعطينا أحلى طعمة، وإنتو يا كبارنا بهدوءه بسكوتكم علمتونا معنى الحياة وقيمة الحياة. أنا هيدي ثالث سنة بجتمع أنا وياكم بهيدا الدار المبارك، أكيد بفعل ربنا، لأنه هون لما بقعد أنا وياكم بحس الرب قريب علينا، وبحسه عم يسمعنا، وبواب السماء مفتوحة لإلنا، لأنه هون بشوف المحبة الحقيقية، بشوف الإيمان، بشوف الاحترام، بشوف التقدير للكبير. أنتم مش كبار السن، أنتم كبار القيمة. أنا أخذت ندر على حالي وصار عرف عندي إنه بيجي بعيد أنا وياكم، لأنه ما بيحلى العيد إلا معكم، وما إله معنى إلا بوجودكم. الاحتفال الميلادي بمستشفى دار الرحمة للراهبات الأنطونيات برومية تخللته تنانيم ميلادية من وحي العيد، زفة، أغاني ورقص، ما أطفى جو الفرح على الاحتفال الميلادي. ولد المسيح، هللويا، الكل شاركوا بفرح وتأكدوا من أهمية القول: لا تنسى كي لا تنسى. ومنتبع أيضا هالفقرات الميلادية الخاصة. شكرا لمارون حبيقة من زحلة، وأكيد الخط فتح على 01-491-702، وفينا ناخد اتصالاتكم. شادية بتقول أنتوا أمرين ونجمة. على بطة تفضلوا من صباح.
في اتصال؟ اتصال قبل؟ معنا اتصال يمكن لا؟ طبعا نطروا كتير على الخط. أوكي. خلينا نسمع صباح بتشرق شمس العيد من سبعينيات القرن الماضي. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. بكرة بتشرق شمس العيد وبتبشر بنهار جديد، عيش اليوم وحب اليوم، اليوم بيدك بكرة بعيد. ومناخد كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجور مدام، ينعاد عليكم. وعليك احلى ثلاثه بالعالم كله بكل الاعلاميين. تسلمي، ميرسي كثير، ينعاد عليك يا رب، خلي لك عائلتك. ميرسي يا حبيبي، انا اعطيك بونين. انت شايفه عبده، انت شايفه عبده كيف عم يتغمر كل ما تقولي له احلى ثلاثه. حاجه هازم متجوزي. عائدية مدام، عم بستقبل سفيات يعني اللي بيهمه. مدام اسمك إذا بتريدي. أهضم ثلاثة عن جد بكل الإعلاميين. تسلمي. اسمك؟ مارسيل عون. مارسيل عون. نعم. أهلا وسهلا. أكيد صرت تعرف أنه لازم تستلمي البون قبل الساعة 3، هو من أوتلت 88، وتستلموا الجايزة قبل نهاية الشهر. أكيد اليوم للساعة 12 البونات، الأربع عن الله راضي بنرجع تستلموا البونات يعني مش قادر لغاية الساعة 3. أهلا وسهلا فيك مدام، ينعاد عليك. قبل ما ناخد اتصال كمان بدير مارشربل بحريسة مع الرهبانية اللبنانية المارونية والأب إلي رقماز، كان في احتفال للأطفال اللي فقدوا أهلهم بزمن الميلاد. الاحتفال كل سنة بينعمل حتى يعيشوا هالزمان. نشوف سوا. أكيد هيدا العيد له نكهة خاصة، كلنا منعرف أنه يسوع ولد مرة بالزمن، ولكن هال365 نهار الموجودين بحياتنا عم نقدر نخلي يسوع يولد فيهم شيء؟ يسوع لازم يكون عايش كل يوم بحياتنا، كل يوم بده يولد فينا، كل يوم بده يولد بقلبنا، بعيالنا، ببيوتنا، لأنه نحن ناس عايشين السلام، ناس عايشين للفرح، ومنا ننقل الفرح لغيرنا. وهيدا دوركم اليوم بيناتنا، يلي بعتبركم أنتو حضرتكم من أهل البيت فرداً فرداً بدون ما فوت بالأسامي، لأنه كل شخص بعرف بمطرح معين قديش بيعني له هيدا المطرح، أما بيعني له الشيء الإنساني يلي هو جزء لا يتجزأ بحياة كل واحد منه. نحن نشتغل فيها من قلبنا هالرسالة الموجودة بالرهبنة اللبنانية المارونية، وفعلا هدفنا الوحيد هو الولد، إن كان بناء على التلاميذ الخارجي أما التلاميذ الموجودين عنا يلي فعلا نحن منفرح فيهم ومنفرح بهالأمانة اللي عم نسلمهم إياها، وإن شاء الله كمان هن بيكونوا بدورهم بالمستقبل فعالين ويكونوا منجين، ولكن أهم شيء يكونوا مبشرين بكلمة يسوع المسيح. يا بابي يا بابي يا
أكيد هذا العيد والولاد بحسسونا أكثر بالعيد، خاصة اللي فقدوا أهلهم، اليتيم يلي ما عنده أو أم أو بي أو فقد اثنين كمان، هيك بحسسونا أكثر بالعيد. بس عبدو بتعرف شغلة إنه يمكن تتشوفهم بتفكر حالك أنت رايح تعطيهم شيء، بيطلعوا آخر شيء لا هن اللي عاطينك كثير. هيدا السلام بيعطونا إياه عن جد السلام، وبيعطوك هيدي القناعة إنه بس تشوف غيرك بتصير تعرف إنه رغم كل أوضاعهم اللي عنده يسوع بقلبه قدر يكون مبسوط. صحيح. فما في شيء بينقصنا أبدا نكون كلنا مبسوطين نحتفل بهالعيد مثل ما لازم. بعدنا بانتظار اتصالاتكم، الخط ما عم بيوقف يعني، في خدوا اتصال تفضلوا. هلو بونجور. بونجور. الو وي جايو نويل. بونجور. بونجورين. نعاد عليكم. وعليك. مين معنا؟ نسرين عمار. شوي الصوت مش واضح. نسرين عمار. عمار. نسرين عمار. عم بيقطش الخط، عم تحكينا من سلولير هيئتها. ينعاد عليك يا نسرين، على كل حال جايزتك او هديتك حاضرة ببون بيل او تي في منين او 388. ايفون بتقول مش بس اهضم ثلاثة، انتو اصدق اعلاميين بلبنان. مرسي، حلو كتير. انا بحب كيف يقولون. هون عم راح اتصال 01491702. بالانتظار خلينا كمان نروح للشمال مع رعيد سيدة مزيارة اللي احيت ريسيتال الميلاد مع جوقة الرعية ولتلامذة مدرسة العائلة المقدسة بالمنطقة بإيدة السيدة حسنة فينينوس وهبي بحضور حشد كبير من اهالي المنطقة. رح نسمع سوا مقطع انا كنت حاضر ورح نرجع نعيده ونسمعه كله من تريزيا الشديق اللي تسوق. حلوين الاولاد، في اولاد صغار صغار هيك كمان كانوا مهضومين. هودي مش تصويري بس تعرف انا اشطر من هيك. انت استمتعت، انت ما روحت متعه الجو. احيت كمان بلده المزاريب اصغر مناطق جبال بقضاء جبال، يوم ميلادي بشوارع البلده بدات بقداس وبعدين كان في احتفال بالرعيه وكان في كلمه للسيده نهاد الشامي بنسمع سوا. بشكر رئيسنا بشير، بشكر فوري بتاعنا الكنيسي، والله خليك بروريتكم ويرضى عليكم، والله يرحم يوسف كمان السنة بشكر ربنا، يرحم جميعنا وطيبكم يا رب، الله يخليك إياكم ويدمي عندكم، أنا كثير فرحانة إنه عملتوا لي هالشيء بضايقني. بشكركم كاردن كاردن كلكم الكبار والصغار، بشكر كنيستنا يطول عمركم على كل اللي عم تعملوا. ونعاد عليكم بالفرح، ان شاء الله دائما بنضل مجموعين نحن وياكم بالفرح، ولا مره نكون مجموعين بالحزن. ينعاد عليكم جميعا وعباد كل سنه. شكرا لمارون حبيقة من زحلة. جورجيت مهوج، جبور مهوج بتقول كسرت التليفون ما عم بيعلق. ياه طول بالك لا بتكسر. في معنا شيء اتصال قبل ما نتابع؟ معنا اتصال. الو الو بونجور. بونجور مدام. جويو نوال ابو ناني لكم كلكم. ميرسي لك. مين معنا؟
معك أن ماري. أن ماري؟ نعم. أهلا وسهلا فيك، أكيد إليك بوم من أوتلت 88، هدية قيمة بتستلميها قبل آخر الشهر لازم، بس استلميها من عنا للبوم بالأول من استعلامات الأو تي في. أهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك. رح ناخد كمان اتصال إنما بعد ما نشوف هل مشاهد لمدرسة الإليزي بالحزمية، ما رح أحكي بالحزمية، شوفوا الأولاد بالأول. يلا. بكي عبيلي نط مثل شاشة بالآخر تحت الهواء بالنطة إذا حسيتوا بارتجاجات ما تحت الهواء رح نعمل نط لما يصير بحنس بده يبعت شيء بعملهم إذا حسيتوا بارتجاجات ما تحت الهواء كمان بناخد اتصال ألو ألو بونجور بونجور شو هالضحكه الحلوة ولك تسلمي لي شو مزوقه بدل ما ناخذ ديدو وناخذ هيدا نسمعكم حبيبه قلبي حبيبه قلبي إيه معكم كاترين مرزينه كاترين اول شيء بعيدكم وبعيد كل اللي عم يسمعونا احنا كمان نعيدك إيه وبعدين في عندي صاحبتي مش كسرت التليفون شبته على التلفزيون راح التلفزيون معك راح التلفزيون شو اسمه شو اسمه اسمه مارلين مارلين كمان إلها هدية خلص إلها هدية من أو 388 لمارلين عم تحضرنا عم تحضرنا عنده واحد بالأوضة بس كتير ينعاد عليك يا رب خليلك عائلتك كمان رح ناخد اتصال قبل ما نروح لفيتي حول العالم لا ناخد اتصال حرام بعد معنا وقت ما معنا كتير ومنختم مع الهابي بيرثدي مدام جورجيت مهوش كمان لإلك رح يطلع لك هدية ما تنزعلي يلا بابا نوال عامل عبده يلا تفضل خذوا اتصال يعني أو ثلاث كريمين وانتو بتستاهلوا اخر اتصال عبده نعم بونجور شو اخباركم؟ الحمد لله وعليك تعي اشربي قهوة معكم ليال الموسوي اهلا وسهلا بليال من وين ليال من بعلبك؟ اي نعم اهلا وسهلا فيك وبكل اهالي بعلبك ينعاد عليكم نحن على طول بنحضركم مثل عبدو انت احلى واحد بالبرنامج تسلم لا بدون الصبايا ما في يطير لا عمين بدي علي واسم الله اثنيناتهم مجوزين انا بس تحت نصيبي ايه يلا رح ادبر لك عروس ما زلت تحت نصيبي اذا بعلبك هي ايه يا دلش بده يصير فيك عقد كلمتك يدلش بده يصير فيك نعم ينعاد عليك مدام نسيل ينعاد عليك انت كمان خليلك عائلتك يا رب هلا رح نروح لحول العالم ريتا شو شافت بوكالات الانباء العالميه وشو رح تنقلنا بهالنهار المميز هو 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 ميري كريسماس صحيح أنه شخصية بابا نويل هي شخصية خرافية ولكن بفنلندا وبلابلاند تحديداً فعلاً سانتا كلوز موجود مش لوحده مع الغزلين كمان وهي انطلق قبل بكم ساعة تيبلش توزيع الهدايا على الأطفال ومن فنلندا إلى القدس المحتلة حيث افتتح بابا نويل احتفالات مدينة القدس بفلسطين بعيد الميلاد المجيد ومشى على سور القدس القديمة منادياً سكان المدينة بالحضور وأخذ شجرة عيد الميلاد مجاناً كما شوهد يركب جمل بالقرب من الأسوار اللي تحيط بالبلدة القديمة واللي بنيت بأمر من السلطان العثماني سليمان الأول خلال عامي 1535 و1538 وتنظم هالاحتفالات بلدية القدس كل عام وكثيراً ما أكد عيسى قصيصية أنه يشعر بالسعادة عند القيام بدور سانتا من خلال نشر السعادة والبهجة بقلوب السكان خلال هالفترة خاصة وأنه المنطقة بتعيش ظروف صعبة بسبب المواجهات الدائمة بين الفلسطينيين وجيش العدو الإسرائيلي ميري كريسماس
ويا هيك شجرة الميلاد يا بلا، فقد صنعت شجرة من الأوراق النقدية بمبلغ إجمالي قدره 1,200,000 دولار و1,100,000 يورو من قبل موظفي بنك نيفا بروسيا، والأموال كلها حقيقية وتم أخذها من المخزن. ومن فوق الأرض لتحت الماي، فقرب حطام السفينة زنوبيا على عمق 42 متر مقابل مدينة لارنكا المتوسطية بقبرص، ثبت غواصون قبارصة شجرة عيد الميلاد المصنوعة من مواد تزيينية غير قابلة للتحلل، وتعد المنطقة اللي اختار الغواصون لزرع شجرة الميلاد من أفضل مواقع الغطس بالعالم، وبتجذب آلاف الغواصين بكل سنة. كذلك أصبح ليل مدينة تايبي بتايوان كنهارة على خلفية الأضواء والأنوار المتعددة الأشكال والألوان اللي تزينت فيها المدينة استعداداً للاحتفال بعيد الميلاد. البنايات والشوارع والأرصفة والمراكز التجارية وحدائق الألعاب أخذت كل نصيبة من الأنوار اللي زادت المدينة جمال واستقطبت الكبار والصغار اللي شاركوا بكل سرور بهالاحتفالات. مين قال إنه البشر بس بيحتفلوا بعيد الميلاد؟ شو الحيوانات حقه الناقص؟ أكيد لا، فقد احتفلت حديقة حيوانات لندن بنزلائة بطريقة كتير لطيفة، حيث قام المسؤولون بالحديقة أو بالزو بتقديم وجبات طعام بطرق مميزة للحيوانات تيشاركون فرحة الأعياد، منا وجبات طعام ملفوفة على شكل كادو، ومنا موضوعة بالجوارب الحمراء التقليدية. وألف صحتين.